ربما يعتبر طريق قاحي الكرامة شريان الحياة الوحيد الذي يصل سكان المخيمات ببلدة قاح شمال إدلب، وهو طريق يمتد على طول 1800 متر يحيط به أكثر من 50 مخيما. سكان تلك المخيمات لا سبيل لهم لقضاء حوائجهم إلا عبر هذا الطريق، طريق أثرت العوامل الجوية وتقصير المسؤولين على جودته، فأصبح عبئا على من يسير عليه وفقا للسكان. يعد هذا الطريق من أهم الطرق من حيث الناحية الخدمية للسكان المحيطين في هذا المكان. توجهت عدة شكاوي من الأهالي في المنطقة لهذا الطريق، حيث تعرضوا إلى حوادث، أكثر من 25 حادث في الآونة الأخيرة، تعطل المركبات على الطريق، حوادث الميتورات، ولابد أنه من يتزفت هذا الطريق. لم يتم تزفيت الطريق بسبب وجود أولويات للطرق المجاورة له. ولعل المتضرر الأكبر من هذا الطريق فعليا هم المرضى النازحون، والذين يقصدون مشفى الهداية التخصصي، وهو الوحيد الذي يقدم خدماته بشكل مجاني بالقرب من هذه المخيمات. المريض يعني بقلب السيارة وعلى المطبات هذا عم تأثر كثير، يعني يكون في مثلا مريض كسر أو ما شابه، كثير عم توجع على هذا الطريق هذا، عم نحسن كمان أسرع إذا في احتشاء أو ما شابه، كمان عم تصير صعوبة بالمشي. على هذا الحال يقضي فاضل يومه، وهو صاحب أحد محال الأقمشة على طريق مخيمات الكرامة قاح، فبضاعته وإن لم يقم بنفض الغبار عنها ستصبح بالية ولن تباع معه بعد الآن. يعني عم يكب نص بضاعة مورا الغبرة، الزبون عم يغلي مال الغبار، أكل القماش ما حدا بيشتريها من مورا الغبار هاي. نفس الشيء الآليات، يعني عم تروح من هون لصلوي الدج، يعني الغبرة يعني ثلاثنا أكل، الآليات كسرت ما تم شيء، في يعني بني آدم، أنا بني آدم اتكسرت ظهري أصلا مع ديسك مورا أكتر من يعني بني آدم، أشو بعد الآليات، بني آدم أهم شيء. على بعد أمتار فقط من هذا الطريق المعبد والذي يصل إلى معبر باب الهوى، طريق لا يقل أهمية عنه، فهو يصل بين مخيمات الكرامة وقاح شمال إدلب، يذوق من يسير عليه الويلات بسبب وعورته، وسط تقصير واضح من المسؤولين عن هذا الملف. من ريف إدلب الشمالي، سعيد السعيد، حلب اليوم.